يعني أنا بصراحة بحكي مع حالي بس لسه ما وصلت للجنان. المهم نفتي، أنت ما كان لازم تشردي بنوم. بجوز هي كانت توديعة مشان تتذكرني. بدي تتأكد إنه استقلت وإني ما تقلعت، طلعت بكرامتي. ليكي بصراحة بحسك أنت وأخي مثل بعض عنيدين كتير. يلا طلعي لنروح. إيه لوين؟ نروح نشرب شي شغلة. برأيي بلاها اليوم. شو خايفة حط لك منوم بالقهوة يعني؟ رح نحكي كم كلمة وبوعدك إنك ما رح تندمي، رح تنبسطي كتير بالقعدة. يلا طلعي. لا تقلي ما عندك وقت للقهوة. شكراً عزبتي حالك. إلي الشرف نشرب أنا وأنت القهوة سوا. ليش واقفة؟ إيه والله نسيت حالي وأنا واقفة، والموضوع ما بينحك على الواقف بالمرة. واضح إنه أنت جاي مشان تحكي. طيب احكي شوفي. شو بدي أعمل؟ شلون بدي بلش؟ ماني عرفانة. برأيي أنا تفوتي دغري. مرام عم تكذب وحياة مظلومة. قلتها. سكر؟ ملح؟ طيب فلفل؟ دبس رمان؟ ليكي هاي فيها خل كمان. ما بينحطوا مع القهوة هدول، بس أنا بعرف إنك عم تمزح. ماشي، أنا عرضت عليكي وأنت اللي ما وافقتي. يعني أنت هيك بتشربها؟ بس كأنه ناقص شيء. لو سمحت بالله. شو اللي ناقص لسه؟ ناقص زيت بلدي. تفضل شو طلبك؟ بدي تجيب لي فنجان جديد لو سمحت. حاضر يا بي. يعني كنت عم تضحك علي؟ لا هذا ما نضحك، هذا اسمه مزح. شكرا كثير لك. لا تشكريني، ما في داعي. مو من شان هلا، لأنك حكيت من شاني مع أخوك. مو محرزة تشكريني مشان هالشي، أنا كنت عم أقول شو صار معي. أنا مستغربة شلون أنتو أخوة ما بتشبهوا بعضكم. قصة طويلة شوي، أنا طالع لأبي وهو طالع لأمه. نحن ما منشبه بعض، ستي هي اللي بتقول هيك. أصلاً أكتر واحد بتحبه هو أخي مراد، وبتقول عني أني مستهتر وأزعر، بينما مراد إنسان عاطفي وملتزم كتير. كيف بالله؟ مراد بيك هو العاطفي؟ لا تتسرعي وطولي بالك شوي، بعرفك ذكية وبتفهمي على الطاير. الإنسان العاطفي مو يعني يلي بيبكي وبيتأثر وبس، الشعور بالذنب عاطفة، والحذر كمان عاطفة، والانتقام لحدا بيهمنا كمان عاطفة. الحذر عاطفة فهمنا، بس ليش الشعور بالذنب؟ والله أنا مالي طبيب نفسي، بظن القصة لها علاقة بخسارته لأمه. ليش؟ شو صار مع أمه؟ أنقذت حياته لأخي. تعي لشوف. أيدي شبك مراد؟ شوفي ممكن تقلي أنا شو عاملة؟ أنا اللي جاي أسألك مرام. أنا بصراحة مو عاملة شي بنوم. ولك عم تفتري على العالم ومالك عاملة شي؟ أنت عن شو عم تحكي حياتي؟ ليكي أنت بتعرفي كتير منيح أنا شو قصدي، عم تفهمي؟ وهلأ بدي أعرف شو صار. وهي الفارة هي يلي حكت لك؟ مرام كوني واثقة أنه مو حياتي اللي قالت لي شو عملتي. لكن من وين عرفت؟ لك هذا اللي بهمك؟ مو همك شو صار؟ ولا همك أنه أذيتي البنت وخسرتيها شغلة؟ ولا تقلي لي لأنه بتحبيني سويتي هيك، هذا اسمه مرض نفسي. حياتي لو سمحت تركيني. بعدي عني مرام، من هلا ورايح اسمي مراد بك، وانت مالك غير موظفة عادية، وأول ما ينتهي عقدك معنا رح تطلعي من حياتي من غير مطرود. انت أكبر غلطة بحياتي.
مراد بيك ما له مصدق ابنه بإني مظلومة، مو بس ما له مصدق كلامي، حطني بموقف محرج ولازم يعتذر مني. يركع تحت رجليكي ويترجاكي؟ هالمزح مو وقته. أصلاً أنا مستحيل أرضى، رايحة على موقف الباص، بدي أشوف سونا، ما بعرف كيف بدي أروح لعندها. أنت متأكدة إنك رايحة بالباص لعند سونا؟ خليكي لا تتحركي، هلأ بجي ونطلع بسيارتي أحسن. إيه لا، مو جاي عبالي إني ضل هون وأتحمل المسؤولية لحالي. هلأ بتتأخروا وبصير الليل وبتبلش فادية تعيط وتجن مثل العادة، وماني مضطرة هالمرة أكون كبش فدا وأكل البهدلة لحالي والله. مستحيل. لا ما بدي، حرام أنا والله حرام. بتضلي عم تعذبي حالك بالشغل؟ من وين طلعت أنت يا ولد هيك فجأة؟ تعال أبوسك. والله كتير اشتقت لك. ما بصدق ما عم تخليني شوفك إلا بالمناسبات، وما بتقول لأجي شوف ستي شوي. قلي شو أخبارك؟ ماشي حالي. ليش عم تشتغلي بالشمس؟ مو خايفة على حالك تدوخي؟ هات احكي لي بالأول، أنت شو عم تساوي هون وتارك شغلك وجاي لعندي هلا؟ أي مرأة تشوفك. أي يلا خلصني حاجتك كذب، أنا بعرفك منيح. معقول تخبي عني؟ والله أنا بفهم عليك دغري. بهاي معك حق، أنت أكتر حدا ممكن تعرفيني. أي طيب خلاص، يلا تعا معي، خليني ساوي لك كاسة ليمونادة بالقلبك فيها. شكلك اليوم رايقة. أي والله، يمكن لأنه ما في حدا بالبيت، وهديك الحرباية كمان مو مبينة. خلص تيتي. إيه اتركني احكي، صدقني لو ما بخاف على أبوك يزعل كنت قلت له إنه هاي حرباية وخليها تطق. امشي يلا امشي. يي تسلم لي، إن شاء الله اشتقت لك أنا. طيب ارجعي احكي لي كيف صارت القصة، يعني شو قال مراد؟ أهانك كتير صح؟ نوران خلص لا تخليني على طول احكي بالقصة لأنه بتضايق. قال علاقتنا رح تكون علاقة شغل وبس. لا بعدين قال لي انت اكبر غلطة بحياتي. أوه. وانه انا مريضة نفسية. مو معقول. ويلي قايل له لمراد ان شاء الله بيصير معه مصيبة ما بيطلع منها. بيقولوا الدعاوي بتقلب على أصحابها، يعني إذا تمنيتي شي سيء لحدا بينرد عليكي بسرعة. الإنسان من قهره بيدعي أحياناً. إيه بعرف حبيبتي، الحق معك، والله مشكلتك مانا سهلة أبداً. بصراحة ما عاد فيكي إنك تحكي وتفضفضي لحدا بهالأيام السودة. ليش هيك ساووا برأيك؟ أكيد هي غيرة، يعني ما لحقت أفرح وأنبسط كم ساعة. لك يلعن السواعي اللي عرفوني فيه عليكي وحدة مجنونة. بدك؟ خدي. عشق لفتنا لما